35 دقيقة على كفافيم. نوصلوا للفقرة الأخيرة من شيء طيبة. شيء طيبة لكم الناس لكل إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. فقرة سيم والأبرار اللي طبعا بشرافقنا فيها تيلة شهر رمضان الإمام الخطيب سي محمد بن عبد الله. إن شاء الله رمضانك مبروك. مرحبا بك. مرحبا بك أخت نرمين ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة كاب أف أم. يعطيك الصحة. شكرا على قبول الدعوة. شكرا. يوميا سيم الأبرار باش تكون معنا من الاثنين للجمعة. أول ما نسألوه اليوم وأول ما نسألوه للتونسي والمسلم جينيرالمون استعداداته لشهر سيدي رمضان، لكن قبل هيك نفسروا لهم الفقرة هذية تيل شهر رمضان شنو باش يشوفوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بادئ ذي بدء، تحياتي لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة كاب أف أم. تحية لك أخت نرمين، لقاءنا يتجدد من رمضان إلى رمضان، نسأل الله عز وجل وأنه معناها تكون الحصص متدامة. تحية لكافة الفريق العامل معك السيد المخرج والسيد الفني وإلى كافة عاملي بإذاعة كاب أف أم. يعطيك الصحة. عايشك. الحقيقة برنامجنا اخترناه تحت عنوان صيام الأبرار، والفكرة العامة اللي معناها تنظم وتحرك هذا البرنامج هي محاولة الترقي في الصيام. الصيام نعرفوه، ولو كان نسأله عليه معناها عموم الناس عندهم تعريف وممارسة معروفة يعني للصيام، هي الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس والتحقق غروب الشمس. هذا معروف، لكن يقول القائل علاش احنا عملنا البرنامج، شنو نجم مش نزيدوا فيه؟ مش نحاولوا من خلال هالدقائق اللي مش نعيشوها مع السادة المستمعين، إن شاء الله ربي يرجع علينا رمضان وعليهم بالصحة واليمن وبالبركة وبالإيمان وبالقبول إن شاء الله، نحاولوا نكونوا نحن مك الجماعة اللي سيرفعوا اسمهم في آخر، لأنه احنا دخلنا في مسابقة، خلنا نقولوا معناها للناس كل دخلنا في مسابقة، دخلنا في امتحان إن شاء الله نقولوا نكونوا فيه من ناجحين. اخروا مش ترفع فيه معناها شهادة، شهادة مغفور له، شهادة مقبول صيامه، ولا والعياذ بالله لا قدر الله يكون الإنسان خلاف ذلك، ونحن إن شاء الله ما نكونوش هكا، إن شاء الله مستمعين ونحن وكل نكونوا من المقبولين. إذن الفكرة العامة مش نحاول نتسلل إلى هذه الروح، إلى هذه النفس، إلى هذه الجوارح، إلى ما يرقي صيامنا، وهذه هي تقريبا الفكرة العامة، مش تكون من خلال بعض المسائل الفقهية نتناولوها بما يستعين به الإنسان المسلم على تأدية العبادة هذه، وبعض المسائل الروحية والإشارية من هنا وهناك اللي نحاول كذلك نترقوا فيها. هذه محتوى شهر رمضان كيفاش باش تكون سيم الأبرار الفقرة هذه. أول سؤال نسألوه سي محمد واللي هو موضوع حلقتنا اليوم وباش يكون هكا توعية للسادة المستمعين ومحور اهتمامه أول يوم شهر رمضان. بالنسبة للسادة المستمعين وصائمي شهر رمضان، مش تلقى عندهم درجة استعداد وقبول معناها في أعلى درجاته لأنهم يتعطاوا هذه العبادة. الأجواء مهيئة، ربك سبحانه وتعالى خلاها بالشكل هذا، لكن احنا نقول الإنسان المسلم من المفروض وأنه هيئ نفسه من بعيد، من مدة. شنو من مدة؟ عنا شهرين فاضلين تعداوا كنا مع احنا بصددهم، شهر رجب وشهر شعبان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض أصحابه ويحرض المسلمين على أنهم يغتنموا هذه الفرصة. فأول استعداد في الحقيقة، إذا كان نحطه عنوان، أول استعداد لشهر رمضان هو أن نحسن استغلال شهري رجب وشعبان. شهر رجب وشهر شعبان هذوما معناها نقول وإحنا محطة تمهيدية. قال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزراعة، وشهر شعبان شهر السقاية، وشهر رمضان شهر جناية جني المحصول. قال: فمن لم يزرع في رجب ومن لم يسقي في شعبان أن له أن يجمع أو أن يستثمر في رمضان. نحن نقول هذه أول حاجة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة بن زيد وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور مثل ما تصوم من شعبان. قالوا: راك تكمل في الأشهر في الصيام إلا شهر رمضان، ولكن مريتك تكثر من الصيام أكثر منه في شهر شعبان، أنا مريتش. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان،
وذاك شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. برر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من حديثنا شنوه؟ أن أسامة بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لهذا الشهر وإكثار العمل فيه. قال له: أولا هذا شهر يغفل عنه الناس، وهو بين شهر رجب وشهر رمضان. شهر رجب، علاش الغفلة متاع الناس على الشهر هذا شهر شعبان؟ لأنه شهر رجب كان معروف عند العرب حتى في الجاهلية كانوا يعظمونه، حكم أنه شهر من أشهر الحرم، والأشهر الحرم كانت العرب حتى في الجاهلية يعظموه. وشهر رمضان لما جاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام إلى مكة وإلى الجزيرة العربية ومنها إلى باقي المناطق، كان معلوم قدره شهر رمضان. تجي حتى ولد صغير توك تسأل على شهر رمضان يعرف أنه شهر رمضان هذا شهر معناه فضيل وشهر فيه العبادات إلى غير ذلك. جاء شهر شعبان ما بيناتهم، في سيد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقظ الهمم وينبه الناس إلى أن هذا الشهر شهر فضيل. حاجة ثانية اللي برر بها سيد النبي صلى الله عليه وسلم صيامه في شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تعديت مدة من شهر شعبان، بعضهم يقول في ليلة الوسطى من شهر شعبان، بعضهم يقول في غير هذا اليوم، ولكن بالاتفاق وأنها ترفع الأعمال. الله أعلم في أي وضعية رفعت أعمالنا وتحت أي ختم رفعت أعمال المسلم في شهر شعبان. ربما سامحونا معنا السادة المستمعين، كان الإنسان كان في معصية في شهر شعبان ربما، والمفروض ما كان ما يصيرش هذا أخت نرمين والسادة المستمعين، ولكن ربما صار هذا. نقول له: أنت على أبواب شهر فضيل اسمه شهر رمضان، علنا أن نتدارك. وربما كذلك ونأمل أنه كثير من الناس صاموا في شعبان وأداوا العبادات. فهذه مقدمة أولى، أن شهر شعبان هو شهر كان فرصة بين أيدينا. ثم اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا أنا حبيت نركز ما ننطلق منه الحديث هذا، علاش حب نقول راه فما منفذ لقبول العبادات. خليني من صيامي صحيح ولا غلط، خلينا من صيام تاعنا صحيح ولا غلط، هناك حكم ثان يطلق على العبادات عموما. صلاتي مقبولة ولا مش مقبولة؟ حجي مقبول ولا مش مقبول؟ السؤال الأول اللي الناس تسعاله وتجري من أجله شي يقولوا؟ قولوا صيامي صحيح ولا غلط، ويقولوا حجي صحيح ولا غلط. هذا ينجم يجيبك عليه الفقيه، يعمل دراسة موضوعية في الأعمال اللي أنت قمت بها، يقول لك أنت عملت كذا إذن فقد بطل صيامك. لكن فما سؤال أرقى، وهذا اللي هو نحب ننفذ إليه من خلال هذا البرنامج. قول صيامي مقبول ولا مش مقبول؟ زعم ربي لما يطلع إلى قلبي في هذه اللحظات يلقاني أنا معناها متجه نحو أني ننجح الصيام متاعي ولا لا. لذلك قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان: يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. تحب تدخل رمضان بقلب أسود مرباد؟ تحب تدخل رمضان بقلب معناها حاقد على نفسه وعلى غيره؟ تحب تدخل إلى شهر رمضان هذه العبادة الفضيلة هذه العبادة الراقية وأنت ما زلت ما طهرتش قلبك من الأدران ومن الأحقاد تجاه خلق ربي سبحانه وتعالى؟ قل لك هذه عبادة لا أظن أن ربي سبحانه وتعالى يريد منا جوعا ولا عطشا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. إذن كان المدخل الأول والسليم أننا نستثمر شهر رجب وشهر شعبان، وهذا أول استعداد كان أولى بينا وأن نقوم به اللي هو فترة تقديم للشهر سيدي رمضان نهاية شهر سيدي رمضان، هو من رجب وشعبان لما يقول الأشهر المباركة، دونك تهيئ النفس من رجب وشعبان لوصولا لشهر رمضان. قول قائل طويك نحن ما خلطناش وفاتتنا محطة رجب ولا محطة شعبان، اي ما عنديش حظ في الصيام وما عنديش حظ في فضل هذه العبادة، نقول له لا أبشر، مدابو ربي سبحانه وتعالى موجود ومدابو سيد النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب لن يغلقه عنك أحد بإذن الله. هاتنا نذكر نفسي والسادة المستمعين بحديث باش يذكرنا القوة الثانية أو العنصر الثاني اللي خليني أنا أستعد إلى شهر رمضان، وهو استشعار اللي أنا كإنسان وكمؤمن وكمسلم اصطفاني الله سبحانه وتعالى واختارني أن يكون من صوام شهر رمضان. ربما أستبق
معناها سؤال في ذهن المستمع يقول لي بطبيعة الحال هني نصوم، هنا الناس كل موجودين هنا نصوم، نجاوبك بكل معناها بساطة. انظر البارح برك تتلقى في عيلتك وربما في حومتك لعيلتك الموسعة وربما في حومتك وربما في من تعرف من حولك وربما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باش تلقى فما ناس غيبهم الموت البارح والبارح تلول. الله يرحمهم. الله يرحمهم. وفما ناس مرضوا كان صح سالم لباس وكان يتصور وأنه مهيئ وحاضر ونمشي صوم شهر رمضان، ورد عليه وارد من مرض أو غيره خلاه سبحان الله يتعذر عليه الصيام. هذو موجودين راهم يعيشوا معنا بالمناسبة، كيما ترحمنا على الأموات منهم نسأل الشفاء العاجل لكل المرضى المسلمين. هذا شهر متاع قبول دعوات وهذا شهر متاع تهز يديك الرب سبحانه وتعالى بدون واسطة بدون حجاب، تكلم تكلم مع ربي بما هو في قلبك، تحب الفرج، تحب معناها الصحة البدن، تحب الهداية، تحب الغفران، توكل على الله. ربي يشفي الناس الكل يا ربي، الناس الكل اليوم اللي يسمعوا فينا كان عندهم شكون مريض يدعيوا بالشفاء، كان صحتهم لباس يدعيوا ان شاء الله ربي يداوم علينا هالصحة هذية وربي يرحم الناس الكل يا ربي. طلحة بن عبيد الله هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا حديث قال انا شفته انا عشته، قال انا موجود وجاءوا زوز سيد النبي صلى الله عليه وسلم فاشهر اسلامهما معا، اثنين شاهدوا وحده كما قولوا وأعلنوا إسلامهم، وكان قال هو يروي قال كان أحدهما أشد عبادة من الآخر، كان واحد يلتزم بالفرائض متاعه يقوم بالحج وقت الحج متاعه يقوم بالصلاة المفروضة ما يتطوعش يقوم بالصيام المفروض ما يتطوعش إلى غير ذلك، وكان الآخر حريص شديد الحرص، كان فما زكاة صدقات متلقاها موجود، كان فما معناها عمرات معناها بعنوان التنفل يقوم بها، كان فما معناها صلوات نفل يقوم بها إلى غير ذلك. قال حتى أنه سيدة ذا غزا في سبيل الله فاستشهد، استشهد في سبيل الله. قال والآخر قعد كالعادة مواظب على عباداته بنفس هذه الوتيرة. قال وزاد بعد عام ثم توفي، توثين الله في عداد الأموات عند ربي سبحانه وتعالى. قال طلحة بن عبيد الله فكأنني أريتهما يوم القيامة كشفت مناد من السماء، قال شفت المنادي هذا يعيط على الذي توفي ثانيا، يعني القليل العبادة نقولوا احنا علي يقوم باللازم في اللازم هذاك عيطوله اللول باش يدخل الجنة. ثم نودي على الذي استشهد اللي مات له لاني هم اللي عيطوله الثاني في الترتيب. قالوا بعد تصورت هكا وقاعد يشوف في منامه، قال تصورت زاد مش عيطولي لأنا، قال أما أنت فعد فلم يؤذن لك بعده مازال وقتك. قال سيدنا طلحة بن عبيد الله صبح يتكلم بها بين الصحابة يروجها بين الصحابة فكأنهم يعني استغربوه، هزوا الحديث ذاك متعجبين منه، هزوه للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله سمعت صاحبك طلحة فش يحكي، قال ما وماذا يتحدث؟ قال يقول كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي ذلك تعجبون؟ ومنش مستغربين ومنش متعجبين؟ قال أوليس الثاني قد عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. قال أوليس قد صلى بعده كذا وكذا من الفرائض؟ قالوا بلى. قال أوليس قد صام بعده رمضان؟ هذا محل الشاهد اللي حاش نبيه. أوليس قد صام بعده رمضان؟ قالوا بلى. قال فوالله بين عبادتهما وبين مكانهما كما بين السماء والأرض. يعني فرصة رمضان هذه فرصة عجيبة كبيرة جدا 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 مهمة للإنسان، نقلة الجبارة، نقلة نوعية وفرصة. احنا نغتنموا راهوش نخموا في رمضان، ماناش معناها مكرهين على صيامه، نحن طوعا نصومه ودخلنا في عبادة في خلينا نقول نسامحوني في العبارة كومبيتيسيون معناها مسابقة باش نحاول نهز فيها ما استطعت. هذه الأمر الثاني اللي يعيننا على حسن استقبال شهر رمضان. يبقى مسألة مهمة إن شاء الله نأخذها من الحيز الزمني تقريبا 4-5 دقائق منتوش على السادة المستمعين، هي النية. والنية هنا خليني ننطلق بحديث المشهور عن عمر بن الخطاب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال حديث معروف عند الناس وهو عمدة وهو أساس في هذا الباب، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وربي سبحانه وتعالى من قبل هذا الحديث قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في العبادة يرقيك يزيدك. وراء بين الرجلين يصلون وراء نفس الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين يصلون وراء نفس الإمام بين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب. الناس كل نعملوا في نفس الحركات، الناس كل نأديوا في ركوع وسجود، لكن القلوب إلى أين متجهة؟ هذا يحددها النية. إذن النية هذه مهمة جدا. وخلينا نأخذ
تفريع سريع فقهي بما يمكن أن نستعان به في هذا الشهر الفضيل. النية هي اللي عليها مدار الأحداث، هي اللي عليها مدار العبادات، إنما الأعمال بالنيات. ده البارح كان أول ليلة من شهر رمضان، كان المفروض أن السادة المستمعين والسادة المسلمين الكل اللي هما نواو باش يصوموا شهر رمضان، كان المفروض وأنهم يعني يؤديوا النية، نية الصيام. السادة المالكية شيقول، يقولوا نية واحدة في الصيام المتتابع كصيام شهر رمضان تكفي. علاش نقولوا في الكلام هذا؟ قالوا لأن شهر رمضان أشبه بعبادة واحدة. قال ربي سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ما قالش فمن شهد منكم النهار منه أو الليل منه أو ليلة من رمضان، فعد هو كأنه عبادة واحدة، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. إذن السادة المالكية يقولوا نية واحدة للصيام المتتابع كقضاء الكفارات وصيام رمضان وغيره، نية واحدة تكفين بشرط ألا ينقطع هذا التتابع. إيش معنى هالكلام هذا؟ الالتزام. لا مثلا إنسان خرج في سفر، السفر هذا من الأعذار المبيحة للفطر، فله أن يفطر، فافطر انقطع التتابع، شي يعمل عليه وجوبا أن يجدد النية. هذا قلوا لك النية اللي بديتها في أول رمضان عاود حضرها معه. إذا كان افطر يعاود النية من الأول وجديد، يعاود النية. خرج في سفر، جاه مرض عارض عليه، عمل 4-5 أيام في شهر رمضان صيام، ولكن قدر الله ما شاء فعل ومرض، شو يعمل هذا؟ يبطل؟ لا، وأول ما يرجع للصيام يرجع بنية جديدة، يستأنف النية. امرأة جاها عذر شرعي صامت أيامات في رمضان ثم ورد عليها هذا العذر الشرعي، شو تعمل؟ تبطل؟ لا، تعاود تجدد النية. وهذه الوضعيات قلنا يجب عليه تجديد النية. واضح. إذن باش نلخصه بسرعة، النية تجب في صيام شهر رمضان مرة واحدة في الشهر صيام المتتابع ما لم تقطع، وإذا كان قطعت عليه أن يجددها. الأمر الثاني، السادة المالكية هم معروفين بمسألة خروج من الخلاف، يحبوا ألف المواقف. قالوا السادة الشافعية أوجب النية مع كل ليلة، وبعضهم كذلك أوجب النية. تعرفش قالوا؟ قالوا يا أخويا من هو يستحب للمسلم وإن كان مالكيا وملتزما بأنية واحدة في كل مطلع كل شهر، يستحب له تجديد النية، يجددها مع كل ليلة، هذا مستحب. حاجة ثانية في مسألة النية، النية شنية هي؟ النية شنية؟ النية كلمة نقولوها في الميكروفون كي من هكا، ولا كلمة نمشي نطلع نوقف مثلا في الشارع نبدأ نعيط نقول راني مش نصوم يا جماعة؟ لا، النية هي عمل قلبي معناها يجمع قلبه ويعزم أمره على أنه غدوة كان عشنا ولا اليوم بالنسبة للصائمين كما توا سيؤدي عبادة والصيام شهر رمضان. هذه النية فقط، لا يتلفظ بها، مكش في حاجة باش تحكي مع حتى إنسان، فقط تعزم هذا الأمر. إذن هذه المسائل أردنا أن نشير فيها بسرعة لمسألة النية حتى نيسر فيها الأمر لإخواننا، ولنا بقية حديث إن شاء الله إذا كان تيسر الأمر. أكيد يسر الله أكيد إن شاء الله وفي حلقتنا الغدوة اللقاء إن شاء الله نكملوا في باقي حلقاتنا، ونسأل الله عز وجل أنه يكون هذا البرنامج خفيف على السادة المستمعين فيه فائدة، ونسأل الله الدعاء بدار الغيب لكل الناس. أمين يا ربي. مشكور جدا سي محمد، يعطيك الصحة على كافة اليوم التوضيحات. الإمام الخطيب محمد بن عبد الله اليوم كيف يستعد الصائم لشهر رمضان، تجمع تلقاو الفيديو كامل على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام. هون نوصل لآخر موعدنا من شوية طيبة شوية طيبة اللي تجيكم بتبيعة من الاثنين والجمعة من الأربعة حتى للستة متاع العشية. الستة بتبيعة يجيكم المسلسل الإذاعي زيدو مازال يتنفس بطولة إكرام عزوز نجمة ميلاد سماحك كريدين، ينطلق معكم من 6 متاع العشية حتى ل 6 ونص بتبيعة. يرافقني في الإخراج أنور بن حسون، أنا من الميك معكم نورا الميكخوم، ملتقنا غدوة في نفس الموعد في المنس لكل شيء طيبة للجميع. على المصغاركم